Hello beautiful ladies and welcome back to my channel. كما كتشوفوا من التايتل اليوم عندنا واحد الفيديو اللي سولتو عليه بزاف 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 اللي هو my perfume collection. فاينالي غندي لكم my perfume collection. ما كنتش قديت ندير عليكم قبل لانه كانوا بزاف البرفيومز اللي مسالين عندي ما بقاوش عندي ولا كنت يلاه غادي نشريهم ولا شي حاجه دونك ما كنتش قاده ندير لكم perfume collection حيت ما كانش عندي كلشي. مازال كاينين بعض العطور اللي هما they are missing ما كاينينش عندي at the moment اللي باقا ما خديتهمش ولا شي حاجه غادي نحاول نديرهم لكم المره الجايه ولكن قلت علاش لا مادام اكثريه العطور اللي انا كنبغيها وكنحمق عليها وكنعتمدها كل نهار ماشي كل نهار يعني كنعتمدها على جميع المناسبات ديالي كاينين عندي دابا وقلت علاش لا ما نديرش لكم فيديو على ماي برفيوم كوليكشن ولا مجموعه العطور الخاصه بيا انا العطور انا عارفه بلي الناس اذواق وعارفه بلي الناس كل وحده وكيفاش كتبغي سورتو في العطور كاين الناس اللي كتبغي شي حاجه فريش كاين اللي كتبغي شي حاجه سيتروسي هكا كاين الناس اللي كتبغي شي حاجه فلاوري يعني هكا ديال روزز ديال الورود كاين اللي كتبغي فروتي ديال ريحه الفواكه ولا شي حاجه انا من واحد لو جون اللي كنبغي اهم حاجه تكون البرفيوم ولا العطر ديالي يكون كيدوم مده طويله بزاف وثاني حاجه كنبغي العطور اللي هي وورم يعني العطور اللي هي كيفاش غادي نقول لكم اللي كيكون فيها الفانيلا باتشولي المهم العطور اللي هي قويه وكتدوم مده طويله بزاف بزاف فمكي. اول حاجه بغيت نقول لكم هي انا واخا هكاك ماشي من لو جون اللي كيبغي ريحه العود ما كنبغيش العود بزاف العود كنبغيه كيعجبني الا كان ميكست مع العطور الفرنسيه اللي هي العطور العاديه اللي حنا كنقولوا هنا كيقولوا عطور فرنسيه يعني الا كان ميكس لكن مخلط معاهم كيعجبني ولكن ما كيعجبنيش العود بوحدو يعني اتس امبوسيبل ندير غير هكا العود ولا ما عنديش بزاف مع الصراحه ارواح العود ولكن كاينين عندي هنا برفيومز اللي فيهم يعني هكا شويه ديال العود والريحه ديالهم يا سلام كتحمق المهم هاد العطور كامله اللي غنوريكم دابا انا متاكده مليون في المية يعني ما كاينش حد اللي غادي يشم البرفيوم ديالك ولا الريحه ديالك وما غاديش يحماق وغادي يسولك شنو هي هاد البرفيوم اللي عندك غادي نحاول ندير لكم شي فيديو اخر اللي غادي يكون فيه شنو هي العطور اللي كتحماق ولا العطور اللي هي سوبر سكسي ولا العطور اللي فيها الانوثه وداكشي ولكن دابا غنوريكم غير مجموعه العطور ديالي حيت انا حاجه قد بارفو كنبغي شي حاجه اللي هي هكا سكسي بارفو كنبغي شي حاجه اللي هي هاد فروتي فانيلا يعني كل مره وشنو كنبغي ولكن هاد العطور اللي غادي نوريكم ماشي بالضروره تكون كلها رخيصه ماشي بالضروره كاين فيها اللي غاليه وكاين فيها اللي رخيصه ولكن يعني على حسب المستطاع ديالكم ديما راه كاينين الترناتيف المهم انا غنحاول اي برفيوم نوريها لكم نقول لكم شنو هما المكونات ديالها باش هكا نقدر نعاونكم نجيبوا الالترناتيف بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الامكانيات باش يشريو هذا البرفيوم تقدروا تجيبوا الالترناتيف ولا شي حاجه اللي قريبه ليها الا عرفتي شنو هما المكونات حاجه بغيت نقولها لكم غادي نقولها لكم دابا كثر نخلي لكم حتى الاخر ديال الفيديو كنقولها لكم دابا كل برفيوم كنستعملها في واحد المناسبه اللي هي معينه بحال هكا كتبقى هذيك البرفيوم كتفكرك exactly في هذيك المناسبات كتفكر في هذيك الامور حاولوا ديما تخليوا كل برفيوم لمناسبه معينه فور اكزامبل الا كنتي غادي تخرجي تعشي مع راجلك تكون عندك برفيوم مخصصه ديال هذه الخروجه الا كان شي مناسبه كعيد زواجك كش عيد ميلادك كاي مناسبه اللي هي كبيره تخلي لها برفيوم اللي هو مخصص لهذيك المناسبه هكا كتبقى هذيك البرفيوم ديما تفكرك في هذيك المناسبه نقولوا فور ترافلين اللي كنتي غادي تمشي فيكيشن غادي تسافري غادي تمشي غير عند شي حد ولا شي حاجه تخلي واحد البرفيوم حتى هي المخصص خصوصا لهذيك المناسبه هكا كتبقى تفكرك ديما في فيكيشن مود يعني فيما غديري غتفكري وقت ديال فيكيشن وقت ديال السفر ولا هذه هكا هذه واحد التيب اللي فريمون غتدفعكم بزاف 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 فما تنساوش كل مناسبه تخليو ليها البرفيوم ديالها واكيد تكون عندكم البرفيوم ديال الايام العاديه اللي هي كنديروها كل نهار اللي كنخرجوا بها كل نهار فهكا غادي تبقى كل برفيوم عزيز على قلبك واحد المعزه خاصه على قلبك وكتفكرك في واحد الحاجه معينه هذا الشيء اللي انا كنت دابا اول حاجه غادي نبدا لكم بها غنبدا لكم بالبرفيوم اللي كيفكروني صراحه في اول ما جيت الى دبي هاد البرفيوم اللي غنوريكم دابا اللي هي كتشوفوها دابا اللي هي هادي السينما هادي اول برفيوم شريت مني جيت هنا لدبي صراحه كتفكرني الله صراحه صافي بليزير ندير لكم هاد الفيديو فريمون كل برفيوم تنشمها تتفكرني في ذكريات ذكريات جميله جدا جدا هاد البرفيوم كانت اول برفيوم خديتها من يلا جيت لدبي كنت خدامه في اوتيل الله فريمون صافي بليزير نعاود نشمها هاد البرفيوم كدوم واحد المده طويله 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 جدا يعني تقدري ديريها تحيدي حوجاتك تحطيهم ترجعي من بعد سيمانه تاخدي هذوك الحوايج تلقاي فيهم مازال هاد البرفيوم صراحه هاد البرفيوم غنوريكم شنو هما المكونات اول حاجه هو الاسم الاسم هي سينما من عند واي اس ال كيف ما كتشوفوا هنا في الفوتو غادي تبان لكم الشكل ديالها غادي ندوزو الانغريديانت كما قلت لكم انا كيعجبوني الورم سنس فهادي فيها الجاسمين بوينت كاينين واحد الانغريديانت صراحه اللي مفهمتش شنو هما اصلا the base note لا شنو اكثر حاجه مركزه فيها اللي هي soothing amber العنبر
وفيها الفانيلا هي اللي كتعطيها هذه الريحه اللي فيها مهم فيها بزاف 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 فيها الجاسمين حتى هو هادشي علاش كتدوم واحد المده اللي هي طويله طويله بصراحه السان ديالها ولا الريحه ديالها واحد الحاجه اللي فريمون ما غاديش نساوها غادي نجربوها مره انا نقول لكم دابا المره الجايه الا مشيتوا للمول ولا مشيتوا شي بلاصه وبان لكم جربوها حطيها على حويجك ورجعي وغادي تشوفي شحال غادي تبقى لاصقه لك في حويجك وهاد البارفيوم الوحيده اللي شميتها في اي واحد كنعرفها سور بلاص بلي هذيك سينما وعندها بصراحه واحد البلاصه عزيزه على قلبي بزاف 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 I love it البنات اللي مجربينها خليو الكومنت لتحت قولوا لي واش كتعجبكم واش كتحماقوا عليها حتى نتوما ولا لا ثاني برفيوم غندوز ليها اللي حتى هي كتفكرني في الايام الاولى هنا في دبي فاش يلاه جيت اللي هي ارماني كود اللي اكيد تكونوا كتعرفوها كاملين هذه ارماني كود صراحه كيف ما كتشوفوا سالات تلمو كنبغي هذه كنبغيها للاستعمال اليومي من اول مره استعملتها من يلاه جيت لدبي ما كنستغناش عليها دابا لا هي لا سينما صراحه هادو كاملين اللي غنقول لكم دابا كل اليوم نفس الشيء صراحه هذه حتى هي السان ديالها سوبر اميزينغ نشوف لكم الانغريديان الانغريديان ديالها الصراحه انا ام سوبر سوبر اتراكتد صراحه للجاسمين اي حاجه فيها الجاسمين فانيلا اي سانت كتلقاو فيها اورنج بلاسوم عرفوها باللي راه كدوم واحد المده طويله 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 الو هذه فيها اورنج بلاسوم فيها سيرينغا فلاور هي واحد الفلوغ حتى هي اللي فريمون حتى هي كدوم مده طويله فيها لافندر اللي هي الخزامه ولكن ما كتشميش ريحه الخزامه بكثر ما كتشمي شي حاجه اخرى وفيها بريشيوس وود كومبلكس فيها وود كومبلكس اللي هي فيها واحد النتفه ديال العود داكشي علاش ريحتها واو خطيره وفانيلا انا هادشي كامل هاد الانغريديانت فيما كنشوفهم شي برفيوم كناخذها بعينيه مغمضين لانه كنعرفها هي الكايند اوف برفيومز اللي انا كنعرفها بلي كدوم مده طويله طويله بزاف فهادي ارماني كود ا ماست هاف حتى هي دابا غندوز معكم البرفيومز اللي خديت مني اي جوينت اميريتس مني بديت كنخدم كاوتيز دولا فهادي كانت اول برفيوم خديتها من ديوتي فري هي واحد وحده اخرى اللي غنوريها لكم دابا هادي من باكو رابان ديال ليدي مليون حتى هي amazing صراحه انا ماي برفيومز هادي من واحد البرفيوم اللي ما كاينش شي حد يجوز من حداك وما غاديش يدور يشوف فيك يعرف شكون هادي اللي مديره هاد البرفيوم حيت السنس ولا الريحه اللي فيها هي واحد الريحه اللي اديكتيف هي والاخرى اللي غادي نوريها لكم دابا سوبر سوبر اديكتيف بحالي كتولي عندك ادمان كتولي خصك ضروري ديريها فهادي كتفكرني فريمون كتفكرني في ايام الاولى ولا الرحلات الاولى ديالي مع الاماراتيه داكشي علاش قلت لكم علاش خاصكم تخصصوا كل برفيوم بمناسبه معينه حيت بحال هكا ملي كتشمي راك في الذكريات وميموريز اللي صراحه صافي بليزير نتفكرهم بالنسبه للانغريديان ديالها فلور حتى هي فيها دي فلور هكا وودسي اللي فيها شويه ديال العود فيها راسبيري اورنج بلاسم اللي قلت لكم عليها هاد الاورنج بلاسم فما كان في شي برفيوم عرفوها غادي تدوم مده طويله طويله ارابيان جاسمين الياسمين العربي باتشولي قلت لكم باتشولي انا ارابيان جاسمين فانيلا هادشي كامل ديالي هاني عمبر again so هادي صراحه هي السنت ديالها ما كذبتش عليكم اني قلت لكم هذه هي الانغريديانتس اللي انا كنبغي فريمون هادو هما الانغريديانتس برفيومز ديالي انا معروفين وخاصين والناس اللي كيعرفوني كيعرفوني بالبرفيومز ديالي ولا شموهم شي بلاصه اخرى كيقولوا بلي هاد البرفيوم ديال امل وكديرها امل فجربوها غادي تعجبكم بزاف وحتى هي كنقول لكم كدوم مده طويله 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 بزاف البرفيومز ما كاينش شي حاجه اللي غادي نوريها لكم اللي ما كدومش مده طويله بالنسبه لثاني برفيوم اللي قلت لكم خديت من ديوتي فري هي هادي الين هاد الين غنيه عن التعريف وما كاينش شي حد اللي ما تيعرفهاش وانا كنستعملها لواحد الدرجه اللي ما كايناش انا كنستعملها سورتو الرحلات ديالي كنستعملها لكل رحله لدرجه اني وليت معروفه بها الوغ الناس اللي كيديروا معايا لي فول كيعرفوني بهاد الين فما تيشوفوها تيقولوا امل امل كانت هنا سو لدرجه واحد النهار كان واحد الولد يوناني اللي درت معاه دي فول بزاف ديال لي فول واحد النهار كنا يلا وصلنا الوغ كنا في المطار هكا وانا يلا تنحط في الكاستيمز كنحط في الباك ديالي وجا عندي قال لي والله تعرفتك كاينه هنا غير من سنت اوف يور برفيوم حيت شما من بعيد وبقى تيقلب حتى لقاني كان ممكن كنت معروفه بهاد البرفيوم حتى هي واحد الحاجه الين يعني اكيد البنات تكونوا جربتوها البنات اللي جربتوها خليو في الكومنت وقولوا الصراحه شحال كدوم هادي ما كتحيدش كديريها في شي حاجه كتبقى في شي حاجه تقدري تصبني وتبقى في هذيك الحاجه تنمكو قويه حتى هي الانغريديانتس ديالها نقولهم لكم كما قلت لكم فلورال يعني ورود جاسمين again نفس الشيء جاسمين كاشمير وود وعمبر هادي سوبر سوبر سكسي بحالها هادي بحال شكل ديال السينما سوبر وارم اند سكسي وديك الفانيلا فريمون كتعطي واحد الرغبه ديال تبقاي تشمي داك الشخص اللي قدامك تبقاي غير تشمي فيه
هادي it's a signature perfume ضروري خصكم تجربوها ولا جربتوها يعني غتولي معروفه انت بهاد السنت برفيوم ما نقدرش ما تكونش عندي هنا وتن ممكن بغيها مازال عندي وحده مسدوده يعني هذه مازال عامره وحده اخرى اخوات ومازال عندي وحده اخرى يعني ا بوكس فين ما كندير شي فول الا دست من ديوتي فري غادي ناخذ ايليان حيت عارفه راسي كنستعملها كل نهار فهادي it's a must have نخليكم في البرفيومز اللي هما شديتهم من بعد ما درنا سنين سنين ديال طيران وكل وحده وكتبقى ديالهاش هذه كتبقى ديال الاستعمالات اليوميه ديال غادي غير نخرج نتقدى ولا شي حاجه جيمي شو صراحة هادي it's not my cup of tea يعني ماشي شي حاجة اللي أنا يعني كنت غادي نخرج نشريها هي جاتني كادو وجربتها وصراحة حتى هي جاتني البرفيوم ديالها قريبة على القلب قريبة الشخصية ديالي وأهم حاجة هي كدوم مدة طويلة أنا بالنسبة لي راه ما كنعرفش نشرح لكم البرفيوم كنت كنتمنى فريمون كون كنقدر ندير لكم غير هكا وتشموها هادي كيفاش دايرة هادي سويت يعني الريحة ديالها حلوة لكن هادي كتجيني أكثر وحدة كنشم فيها الريحة ديال العود صراحة كتفكرني في واحد البنت قديمة كنت كنعرفها شحال هذا سميتها صباح كانت كدير بحال هاد الشكل ديال البرفيومز كان فيهم شوية ديال العود هي كانت كتبغي العود بزاف الوغ فيها بلاك بلام ليتشي غريب فروت يعني انا عارفة بلي اكثر هادشي ما غاديش نعرفوه بنزوين ساندلوود هذا على الاقل كنعرفو لانه كاين في الاخرين مهم سويت بالنسبة للناس اللي كيبغيو سويت برفيوم ولا ريحات اللي هما حلوين غادي تعجبكم هادي برفيوم اخر اللي كلكم عرفتوها واللي شفتوني درتها في الفيكيشن ديالي هادي البرفيوم اللي كناخدها معايا ملي كنكون مسافره عند ماي انلوز عند حماتي وحمايه ديما كناخد معايا البرفيوم عرفتي كل حاجه كنخلي لها يعني تنزانيا هادي هي البرفيوم ديالها هادي ديال اليسا جيرل اوف ناو اللي اكثريتكم عرفوها مني شافوني في الفلوج ديالي كنديرها اتس سوبر او ماي جاد الله على الريحة هادي الريحة ديالها راه it's super super amazing مني كنسافر وكنديرها ما كاينش شي حد اللي ما كيسولنيش شنو هي هاد البرفيوم يعني مام طاطا كتحمق عليها طونطون كلشي تيحمق عليها وحتى هي سويت يعني حلوة كيف ما كنقولوا يعني باللونجلي هي سويت العربية مني كنقول حلوة كتسمع في شكل anyway فهادي فيها بير بيستاشيو اورنج بلاسم مانغوليا الموند باتشولي كاشمير الموند ميلك مهم هادشي كامل انا عرفت بلي ماشي معليش تساعدكم بزاف هي صعيبه باش نشرح لكم شنو كاين في البرفيوم ولكن هادي اوف الا مشيتو شي بلاصه وما كانش عندكم جربوها واكيد اكيد غادي ترجعوا وتاخذوها الا بالنسبه يعني الناس ديال شانيل تشانس وداكشي ما يعجبكمش هادشي حتى شي شويه قاصح ولكن الله عرفتي الاورنج بلاسم باتشولي يعني كاع هذاك الشيء اللي انا كنحماق عليه كاين في هذا البرفيوم اللي حاجه اللي ما نقدرش نشرحها لكم ولكن راه شي حاجه واو 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 سو هادي اليسا جيرل اوف ناو برفيوم اخر اللي هي صراحه ما اختاريتهاش مؤخرا مشيت للسيفورا باش ناخذ شي حاجه اللي هي جديده اللي منهم نجرب شي حاجه ديال شانيل كما كتشوفوا غنوريها لكم من بعد فمن بعد قالوا لي غتاخذي وحده فور فري اللي هي هادي فانا قلت يعني اوكي ليتس تراي ات اون صراحه مني جربتها قلت هادي it's super 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 special هادي لانتغدي باي جيفانشي ديال جيفانشي كما كتشوفوا شوفوا سميتي امل it's engraved on it صراحه هادي الريحه ديالها حتى هي حمقاتني فيها بزاف 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 ومنهم الحوايج اللي انا كنبغيهم داكشي علاش انا ملي كنت كنختار البرفيومز ديالي قلت لهذاك الولد اللي تما انا شنو كيعجبني وهو قال لي هادي راه غادي تعجبك بزاف وصراحه هي واز رايت فيها المسك فيها العنبر فيها ساندلوود فيها الجاسمين فايوليت فيها إيلانغ إيلانغ ليلي اوف ذا فالي اند روز يعني هادو واحد الانواع ديال فلاورز ديال الورود اللي هي فريمون ريحتهم خطيره ولكن شوفوا العنبر والمسك انا بالنسبه ليا غير هادو دي مور دان اناف وما عرفتش ولكن فيها يعني هو ساندلوود وداكشي فيها شويه ديال العود يعني خفيفة انا قلت لكم العود الا كان ميكست يعني كاينين بزاف ديال سانس ديال روائح فرنسية عاديين ومن بعد فيهم شوية هيك رشة ديال العود كيعجبني غير العود بوحدو ما نقدرش عليه واحد البرفيوم اخر اللي ما نقدروش ما نهدروش عليها اللي هي هادي باي ناو غتكونوا عرفتوا انا شنو انواع ديال البرفيوم اللي كيعجبني سو هادي جود جيرل باي كارولين هيريرا اكيد تكونوا عارفينها وهادي ولات سوبر فيموس ما كاينش شي حد اللي ما كيستعملهاش الله حتى هي الريحة ديالها سنت واو 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 شي حاجه اللي ما نقدرش نعيش بلا بها صراحه هادو يعني ماي ديلي برفيومز انا تالما مولوعه بالعطور لدرجه اني قبل ما نعس ندير في البيجاما ديالي كندير في الخديه ديالي تالما انا كنبغي جود سنت كنبغي ريحه زوينه كنبغي
نبقى نشم هكا الريحه زوينه وما غادي الناس خصني نشم ريحه زوينه باش نحلم شي حلمه هكا ريحتها زوينه. نو وندر علاش كلشي الناس كيحماقوا عليها، لان فيها بزاف ديال لسان. خصكم تعرفوا بلي لي بارفان ولا العطور حتى هما فيهم شي روايح اللي كيكونوا اديكتيف، يعني كيكونوا كيوليو ادمان، يعني فيهم بحال ساندلوود وشي وحدي الاورنج بلاسم وداكشي تيوليو ادمان الا شميتيهم مره كتبغي تشميهم ثاني وثاني وثاني وثاني. داكشي علاش كديريهم باش تولي انت ادمان الناس الاخرين. سو هذه حتى هي فيها سامباك جاسمين، الجاسمين الياسمين، انا كحماقه على الياسمين في اي حاجه اي نوع من الياسمين. فكاين فيلفيت الموند، تونكا بين هو اللي كان في الوحدين اخرين اللي هو كيعطي واحد الورم، عرفت باش نشرح لكم العربي، ولكن واحد الورم يعني كتشميها كتجيك دافيه، الريحه ديالها دافيه، ما عرفتش كيفاش نقولها لكم. مهم كوكو اند كوفي، يعني الشوكولا والقهوه، اكيد تكونوا جربتوها وتكونوا عارفين علاش كنهضر، ولكن جود جيرل خاصها تكون عندكم في الكوليكشن ديالكم، خاصكم تشريوها. سو ندوزو لهاد البرفيوم اللي هي باي هوغو بوس، هادي ذا سنت، سميتها ذا سنت، هادي تسميوها ايرسيستبل، يعني شي حاجه اللي ما تقدريش تقاوميها، واحد البرفيوم اللي ما تقدريش تقاوميها، ما تقدريش تقاومي الانسانه اللي كديرها. هادي سوبر سوبر سكسي، جد 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 مثيره. هادي ملي كديريها ما كاينش شي راجل اللي ما غاديش يقول لك شنو هادي، شنو هاد البرفيوم، يعني هاد تورنينغ، يعني اللي دزتي حداه غادي يدور يشوف شكون هي هادي. حتى هي كما قلت لكم انا البرفيومز ديالي كلهم صراحه، يعني كنعرف نختار البرفيوم ديالي وكنعرف راسي شنو باغا وكنعرف ندير سيرش وشنو هي اللي توافقني وتوافق الشخصيه ديالي. الريحه ديالها راه قريبه لهاد الروائح الاخرين اللي وريتكم، الوغ الا كان هاد الشيء جربتوه قبل وعجبكم فهادي حتى هي غادي تعجبكم. حتى هي سويت وقويه قويه وكتدوم مده طويله بزاف. صراحه انا كيجوني كاكثر البرفيومز اللي عندي انا ديال البرد ماشي ديال الصيف، ولكن كنستعملهم لان حنا الصراحه واخا كاين الصيف برا كنمشيو غير لي مول وكنمشيو للبلايص اللي هما باردين، فما كيهمنيش صراحه. اهم حاجه عندي هي انا نكون عاجبني هذاك السنت ونديرو صافي. اهم حاجه هي الا كانت البرفيوم ديالك قويه ما ترشيش بزاف، سينو راه انت براسك كتجيك الدوخه. ندوزو البرفيومز اخرين اللي هما يلا بديت كنجربهم مؤخرا، اللي هي منهم هاد فيرساتشي كريستال، حتى هي كدوم مدة طويلة صراحة، هي حاجة اللي جديدة عليا، ماشي نفس البرفيومز الاخرين اللي عندي، علاش لا ما نعطيهاش فرصة حتى هي، وكي صراحة حتى هي عجبتني. واهم حاجة هي كتبقى مدة طويلة بزاف، اللي هي فيرزاتشي كريستال نوار. كاين بزاف الناس اللي عندهم الاخرى اللي هي بينك، هذه بالنسبة لي انا it's super super fruity. فروتي اللي جيت نقول لكم بالعربية هي فواكه، يعني ولكن هي ماشي فيها ريحة الفواكه، ماليش تشمي ريحة الفواكه، ولكن فيها بلاك فيج، بلاك كارنت، تيوبروز، جاسمين هذه اللي عرفت منها، فلورال، مهم سوبر فيمينين. حتى الناس اللي كيبغيو الروايح اللي هما فروتي سنس ديالهم هكا فواكه راه غتعجبكم هذه. حاجه اخرى اللي جربتها غير مؤخرا اللي هي نمبر 5 شانيل، صراحه عجبتني ملي شفت الانغريدينت، نفس الانغريدينت اللي انا كنبغي اللي هو فيها ساندلوود، فيها فانيلا، فيها عنبر، فيها مسك، فيها شي حاجه اخرى اللي هي ديت البيت فروتي، حتى هي سويت كتبقى مده طويله بزاف. بالنسبه للناس اللي كيبغيو شانيل وكيبغيو روايح اللي هما فروتي سويت، كيبغيو شويه ورم سنت بحال هكا، فغادي تعجبكم هاد نمبر 5، جربوها سوبر نايس، كتعجبني الصراحة. قبل ما نوصل لجوج من اغلى البرفيومز ومن احسن البرفيومز اللي عندي، غادي نهضر لكم على واحد البرفيوم اخر اللي هي هادي غوتشي عود، اللي ما كاينش هادي انتنس عود، هادي صراحة فيري عود بالنسبة للناس اللي كيبغيو عود، يعني فيها شوية هادي انتنس، قاصحة، فبالنسبة للناس اللي كيبغيو العود، أنا هادي جاتني كادو، يعني حاجة اللي هي زوينة ولكن مقدرش نديرها بوحدي، كيعجبني بارفوا لايرين، يعني ندير وحدة برفيوم فوق وحدة، فكنحاول ندير فوقها شي سنت آخر اللي قريبة عليها، لا شي ريحة أخرى اللي قريبة عليها. ويدينز فيها وودي نوتس، فيها ليذر اللي هو ليذر، فيها العنبر، فيها اجار وود اللي هو واحد العود، في مهم فيها كاع جميع انواع ديال العود، فبالنسبه ليا فيها بزاف ديال العود وما نقدرش نديرها بوحدها، داكشي علاش ديما كنحاول نخلطها ونديرها مع شي حاجه اخرى. ولكن بالنسبه للناس اللي كتبغيو العود وكيعجبكم العود، جربوا هذه الكوتشي انتنس عود وغادي تعجبكم مليون في المية. كاينين عندي شي برفيوم اخرين اللي حتى هما كيعجبوني وكنحماق عليهم، منهم ريد كيس من جيسل، كاينين وحدين اخر اللي ما عرفتش شنو هما. مهم كاينين بزاف ديال البرفيومز اللي قدروا ما يكونوش عندي ات ذا مومنت، ولكن هادو اللي ماست هاف، هادو ما نقدرش نعيش بلا بهم، ضروري خصهم يكونوا عندي. دابا غندوزو التوب توب 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 اوف ذا توب، وصلنا لهاد البرفيوم اللي هي من اكثر البرفيومز اللي سولتوني عليها بامال دو فوا، حيت شفتوها في بزاف ديال الفيديوهات
برفيوم ما عرفتش كيفاش اختاريتها باي تشانس اختاريتها، ولكن صراحة السن ديالها ما كاينش شي حد اللي دست من حدا وما سولنيش شنو البرفيوم اللي دايره. كنت كنديرها في هاد الليفل الاخرين قبل ما ندخلوا في الكوارنتين، يعني كانت عندي لمده يمكن ما عرفتش حتى 6 شهور قبل من الكوارنتين، فكل ليفل كنديرها كنت كنحاول ما نديرش منها بزاف. ماكو كانت عزيزه عليا بزاف ما كنتش باغا نساليها، ولكن خديت وحده اخرى سو بديت كنستعملها. فصراحه السنت ديالها شي حاجه اللي واو، ما كانش شي حد في الفواساجي ولا كرو ولا اي واحد كيجي وتيسولني شنو هي هاد البرفيوم اللي دايره، شنو هو هاد السنت. ات سوبر 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 اميزين. هادي فيها بزاف 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 ديال الانغريديان، ها التركيش روز، شي روز اللي هي تركيش، بيتاليا، فانيلا اند مسك، فانيلا اند مسك من احسن نوتس عندي، كاشمير اند شي انغريديانت اخرين. ففيها صراحه واحد السنت، فيها واحد الريحه اللي هي سوبر يونيك. يعني كاينين سام برفيومز اخر اللي هو بحال ايليانت، بحال ارماني كود، بحال شنو اخر، بحال اليسا ولا ملي اللي هذه اللي درتيهم الناس تشموهم، يعني تجيهم فاميليير، كتجيهم بلي واحد البرفيوم عارفينها، يعني واحد البرفيوم شموها في شي بلاصه، يعني بزاف الناس اللي كيديروهم. هذه سوبر يونيك، ماشي بزاف الناس كيديروها. يعني الا بغيتي يو وان ستاند اوت اوف ذا كراود وبغيتي تباني انتي بوحدك وتباني بلي الريحه ديالك ما كاينش بحالها، جربي هذه وغادي تعجبكم. هذه الريحه ديالها سوبر سوبر اميزين، البرايس ديالها ماشي رخيصه بزاف، فجربوها واكيد اكيد ما غاديش ندموا عليها، واكيد غادي تفكروني وغتفكروا بلي السنت ديالها راه سوبر يونيك سوبر سبيشال. ودابا غادي ندوزو لاخر برفيوم من احسن البرفيومز اللي عندي ومن اغلى البرفيومز اللي عندي، اللي هي هذه توم فورد. ماشي عندي بزاف ديال توم فورد اخرين، ولكن هذه من احسنهم ومن اجمل صراحه. توم فورد ما كانش كيعجبني بزاف لانه بزاف عنده انتنس، عنده بزاف ديال اللود، عندهم بزاف ديال الحوايج اللي انا كاني ما كيعجبنيش بزاف. كاينين شي حوايج اللي كيعجبو بزاف اللي هما غادي نوريهم لكم، ولكن هذه اكثر وحده عجبتني. واو عرفتي، ما نحتاجش مام نحطها ولا تو سبراي ات ولا نرشها، اون فوا حيدت هذه الريحه ديالها دابا كنشمها، يعني ما نحتاجش مام با نرشها. اه ماي جاد، هذه توم فورد لوست تشيري، هادي واحد البرفيوم اللي ما عمرني في حياتي ما شميت شي حاجه بحالها. ما عمرني، يعني كون قلتوا لي شنو هي البرفيوم ديال الاحلام ديالك، يعني هي هادي ما عرفتهاش، يعني ما كنتش غادي نتخيلها، كي مني شميتها خدتني واحد العالم اخر، عرفت بلي هادي هي البرفيوم ديال الاحلام ديالي. عارفه بلي البري ديالها شويه غالي، غادي تكون سوبر برايسي، غادي تكون شويه غاليه، ولكن يعني هذه بالنسبه ليا انفستمنت. انا ديما كنصبر راسي بهذه القضيه ديال الانفستمنت ديال الاستثمار، فماشي حاجه كتجيني غاليه كنقول لا لا هذه راه استثمار. هذه استثمار، ما تقولوا لي حتى شي حاجه ماشي سوقي، هذه استثمار. الله على البرفيوم، الله على الريحه كيفاش دايره. هذه انا مخلياها لفيري فيري سبيشال اوكيشن، هذه هي البرفيوم ديالي ملي كنكون خارجه اون ديت انا وبدر، عندنا شي سبيشال اوكيشن، الانيفرساري ديالنا، عيد ميلاد ديال بدر، يعني ملي كنكون خارجه انا وبدر في فيري رومانتيك دينر، غادي نخرج غادي نشدو اليديات، يحط راسو على كتفي غادي يشم هذا البرفيوم، سوبر سكسي سوبر سويت. عرفتي كتشمي ريحه التشيري، شنو فيها؟ جاسمين سامباك، ساندل وود، روستد تونكا، اوبر. anyway بزاف ديال الانغريديانت اللي ما معرفتوش شنو هما، ولكن اهم حاجه انا كتجيني فيها ريحه ديال التشيري، ما عرفتش علاش فيها ريحه ديال التشيري، فيها السندر. المهم الكومبينيشن اللي داروا في هذا البرفيوم ما عرفتش شنو هي، ولكن راها عرفتي كتشميها كتحسي بواحد الفرحه، كتحسي ما عرفتش باش كتحسي، المهم ما نقدرش نشرح لكم. الا مشيتوا لشي بلاصه وبانت لكم هذا البرفيوم، واخا تكونوا ما تقدروش تشريوها غير جربوها، بغيتها تعطيكم هذيك الفرحه وهذيك البهجه اللي كتعطيني انا ملي كنشمها. سوبر اميزين، هذه ماي توب برفيوم، من اكثر البرفيومز، يعني الا خديتوا هذا البرفيوم كامل وقلت لي شنو هي الوحيده اللي بغيتي تخلي، تخلي هذه وهذه، وايلين وسينما وارماني كود وشان وكلهم صراحه. نسيت ما وريتكم شي وحده اخرى اللي هي ما هذه غابرييل شانس، هادو هما اللي خديت مؤخرا، قلت لكم خديت هاد جوج شانيل باش نجربهم، لان صراحه انا راه بيك فان اوف شانيل برفيومز. غابرييل صراحه هو يعني هادي يعني سوبر نايس، زوينه بزاف، غادي تعجبكم حتى هي بزاف، ولكن الحاجه الوحيده هي كلشي كيديرها سورتو هنا في دبي، كلشي كيديروا هاد غابرييل شانس، فغادي تكون ريحتك بحال بزاف ديال الناس برا. ومن توم فوردز اخرين اللي قلت لكم عليهم اللي عندنا ولكن ما كيعجبونيش بزاف، يقدر يكونوا كيعجبوا بدر كثر، اللي هما توم فورد اومبري ليذر. هادو البرفيوم بريفيري ديال بدر اللي كيديرهم كل نهار. كاين توم فورد تاسكان ليذر،
اللي هي هادي، وكاين هادي اللي هي من اغلى البرفيوم صراحه اللي كاينين في الدار اللي هي هادي تاباكو عود. هادي من اغلى البرفيومز ديال توم فورد صراحه، غاليه بزاف بزاف. المهم هادي ديال بدر، وكيحماق عليها بدر، كتعجبو بزاف بزاف بزاف، وكنت خديتها ليك كيفت. سوبر ستونغ صراحة. توم فورد كيحماقوا على شي حاجة سميتها العود، معرفتش علاش كلشي برفيوم ديالهم فيهم العود. anyway هادو هما، يا كانوا شي وحدين اخرين ديال ديور اللي كيعجبوني. المهم هادو هما الكولكشن اللي عندي at the moment، وقلت علاش لا ما نديرش لكم فيديو ونوريكم شنو هما my favorite perfumes اللي كنستعملهم ديما 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 وكيعجبوني ديما ديما، لانه ديما نتوما عندكم هاد الفضول ديال تعرفوا شنو هما البرفيومز اللي كيعجبوني، ومام طون باش نتوما تاخذوا فكره على شنو هما البرفيوم. اللوغو ديالكم قريب على الذوق ديالي، راه اكيد غيعجبوكم هاد البرفيومز اللي انا وريتكم بزاف بزاف بزاف. كما ديما بغيت نقول لكم ملي الناس ادواق، اكيد سورتو ملي كنجيو البرفيومز ولا العطور راه الناس ادواق ادواق ادواق، يعني كاينين بزاف الناس اللي كيبغيو بحالي البرفيوم اللي هما سترونغ وشي حاجه اللي هي وورم، وكيبغيو هكا اللي كيدوموا مده طويله، وكاين اللي كيبغيو شي حاجه اللي هي فريش، يعني غير تشم الريحه ديالهم هكا نقيه وفريش. وكاين اللي كيبغيو سيتروس بحال بدر بارفو، كيبغيو سيتروس اللي هي فيهم واحد الفروتي، ولكن سيتروس عرفتي الحامض، ريحه الحامض، ما عرفتش كيفاش نشرح لكم. المهم انا بالانجلي كنعرف نشرح برفيومز بالانجلي، حيت كنعرف السنس بالانجلي، ولكن بالمغربيه ما كنعرفش نشرح لكم السنس بالمغربيه، ولكن انا حاولت نعطيكم فكره على البرفيوم اللي كيعجبوني انا. حاجه اخرى بغيت نفكركم بها بالنسبه للناس اللي كتقدر تشم واحد البرفيوم في شي شخص وتعجبها بزاف، والناس مشي تاخذها هي ما تعجبهاش، نقول لكم بلي البرفيوم من انسان لاخر كتختلف. خاصكم تفهموا واحد الحاجه بلي البرفيوم ولا اي عطر كديريه كيتفاعل مع العطر ديال الجسم ديالك ولا الريحه ديال كل وحده، عندها الريحه ديال الجسم ديالها، السنت ديالها ديال الجسم ديالها. اي عطر كديريه كيتفاعل مع الريحه ديال الجسم ديالك، وكيعطي واحد العطر اللي هو خاص بك فيه. يعني واخا تقدر تعجبك شي برفيوم ديرها شي شخص تقولي ريحتها زوينه، جربيها على راسك عاده باش خديها، ما تاخديهاش غير هكاك، حيت كيف ما قلت لكم كتفاعل مع الريحه الطبيعيه ديال الجسم ديالك. كما قلت لكم ما تنساوش كل برفيوم بالنسبه للناس اللي كيعجبهم يجمعوا بزاف ديال البرفيوم، خليو كل مناسبه او البرفيوم ديال هكا كتبقى ديك البرفيوم تفكركم بهذيك المناسبه، كتبقى ديك البرفيوم كتحليها، كتعطيك بزاف ديال الميموريز، بزاف ديال الحوايج اللي هما زوينين. فوالا هادو هما البرفيومز ديالنا ديال اليوم، هادو هي الكولكشن ديالي. نقدر نعاود ندير لكم فيديو الا بغيتوا على شنو هما البرفيومز اللي سوبر سكسي، ولا شنو هما البرفيومز اللي سويت، ولا على حساب الرغبه ديالكم وشنو بغيتوا. فوالا هادي هي الفيديو اللي كنتو طلبتوه مني بامال دو فوا، ان شاء الله تكون عجبتكم هاد الكولكشن، ونكون عطيتكم واحد الايديا على شنو كاين تما وشنو هما البرفيومز اللي هما زوينين وكيدوموا مده طويله بزاف. حتى البرفيوم كلهم كيدوموا مده اللي هي طويله طويله بزاف. بحال هكا نكون وصلنا لاخر ديال الفيديو ديالنا، بغيت نقول لكم اكيد اي لاف يو جايز سو ماتش. انا مازال على الكلمه ديالي، مازال غادي نحاول نبقى نحط لكم ديما نهار الاثنين اللي هو فيديو على ريفيو على شي حاجه اللي نتوما طالبينها من اليوم. الخميس غادي يكون فلوج اللي هو عادي، فترقبوا يوم الخميس غادي يكون فلوج ديالنا. اي لاف يو جايز سو ماتش، انا ويل سي يو ان ماي نيكست فيديو. تشاو تشاو.